في فقره الايموجي دلوقتي. اوكي تمام. احكم عليك بايه؟ لا مش هتحكمي دلوقتي. بتحسي بايه لما بتشوفي بنت ماشيه في الشارع والميك اب بتاعها مش مظبوط؟ رياكشنك؟ ببقى عادي يعني، ما بقدرش اكسفهم. ممكن حزينه من جوايا بس عايزه تصلحي لها الميك اب. ما بقدرش برضه اكسف بنت يعني، حتى لو بنت قدامي حاطه ميك اب وحش بقول لها الله شكلك حلو قوي يعني، عارفه الجمله دي لاي بنت تبقى حلوه قوي فاهمه. فما بقدرش اقول لحد الميك اب بتاعك وحش. سيف، بتحس بايه لما ميار بتقعد كل شويه تسالك انا حلوه انا شكلي حلو؟ اكيد بنسال السؤال ده. بتختار ايه؟ تضحك ليه ان شاء الله يعني؟ ايوه عشان السؤال كتير بتساليني كتير. ميار، رد فعلك بيكون عامل ازاي لما تقعدي ترني على سيف؟ ترني على سيف انا مع صحابي دلوقتي اصلا انا على القهوه. بصي والله بسرعه بسرعه، انا مش شخص بيرخم على سيف بس ببقى عايزه اطمن عليك. ايه ده ما بيردش عليكي يا حبيبتي؟ ما هو والله لا يعني، انا ببقى متفهمه ان هو مع صحابه، لان في نفس الوقت انا لما بكون مع صحابي هو المثاليه. والله بيحصل ده يا سيف ولا ما بيحصلش؟ والله ابدا، بحق ربنا. انا عمري اتخانقت معاك عشان انت قاعد مع صحابك؟ خلاص على فكره كل يوم بيقعد مع صحابه ما بتكلمش. خلاص هم كلهم فعلا بيقعدوا كل يوم مع صحابه. خلاص خليني ساكته، انا مش عايزه، انا مش عايزه اتكلم. رياكشن بتاعك او رد فعلك بيكون عامل ازاي لما سيف بيتنرفز عليكي بسرعه؟ بضحك. انت ايه عادي كده؟ لا هقولك، هو لما بيتنرفز انا مش متعودة عليه. لا ده استفزاز لما حد بيبقى متنرفز والتاني بيضحك. ايوه بضحك. لا والله انا بضحك عشان اهدي الموقف يعني، هو بيبقى فكره بقى ان انا بضحك عشان استفزه، بس انا بضحك عشان اهدي نفسي. هقولك معلومه، ماير وهي متضايقه وهي متعصبه وهي ايوه، هو له رياكشن واحد صح كده؟ بتضحك بس. بضحك بس. ضحك بس.